الصباح كان حل هذا المحل كنت فكر كيفاش وصلت ديت بوحدي وكافحت حتى شريت هذا المحل درت كل ما في جهدي باش المشروع ينجح خدمت معايا متعلم يعاونني ومع الوقت طورت شريت ماكينه لاكاس وواحده اخرى كتقرا لي كود با الحمد لله الامور ماشيه مزيان واليوم درت حتى لاسيرونس لاسيرونس امين الوفاء مشروعكم ثروه مهنتنا حمايتها.